حنا كنتواجدوا لينا المضيق اللي هو المرحلة الرابعة من مشروع ديال توزيع الصنادق العازلة اللي كتشرف عليه غرفة الصيد البحري ووزارة الصيد البحري ووزارة الدالية. ميناء المضيق توصل إلى حد الساعة 1584 صندوق عازل، ستوزع ابتداء من اليوم إن شاء الله. صندوق كما العادة نفس المواصفات اللي كانت عند الصنادق العازلة الأخرى. اللون ديال المضيق هو اللون الأزرق. ان شاء الله هذه الدفعه الاولى، وكاينه دفعه ثانيه لتتمه هذا المشروع ديال المضيق اللي غتبقى واحد من 1584 غتدار فيها واحد 65 صندوق اخر في الاسابيع القليله القادمه قبل الانطلاق الى مدينه طنجه، واللي غتكون اخر محطه ان شاء الله في هذا المشروع. من بعد ستليها كمرحله ثانيه او شطر ثاني مدينه اصيله ومدينه العرائش ان شاء الله. Thank you.